في هذه المعركة من هو العدو؟ إيران أم إسرائيل؟ لذلك أقول بأن أمريكا لن تدخل بحرب مع إيران. نحن لا نريد أن يعني نقول الأمور انتهت وكل شيء انهار وإلى آخره من هذا الكلام. إيران تعلم بأنها لديها ما لديها في سوريا، لديها ما لديها في العراق، لديها ما لديها في لبنان، في اليمن. نحن إعلاميا أنهينا إيران، لكن على أرض الواقع إيران لديها عشرات آلاف المقاتلين في سوريا، إيران لديها أسلحة في سوريا، إيران لديها في لبنان، لديها في العراق، لديها في الخليج. أمريكا لا تريد أن تدخل في حرب الآن لأنها لديها قواعد في العراق، قواعد في سوريا. بسهولة من الممكن أن تستهدف عندما تريد إيران من ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق، في المقاتلين الموجودين في سوريا، وهي في مرمى هذه الصواريخ. وعندما قررت إيران قامت بجث نبض الولايات المتحدة الأمريكية وقتلوا في شهر فبراير الفائت جنود أمريكيين في الأردن عند مثلث حدود الأردنية السورية العراقية. سيد رامي حساني، أريد إجابة واضحة. في هذه المعركة من هو العدو؟ إيران أم إسرائيل؟ بالنسبة لي إيران وإسرائيل. إيران بالنسبة لي كسوري أنا أعتبر إيران وإسرائيل وتركيا أصحاب مشاريع توسعية في الأراضي العربية الثلاثة. لا أدعم لا هذا الطرف ولا ذاك الطرف ولا تركيا. جميع هذه المجموعات هي لديها أطماع في البلدان العربية، وجميع هذه المجموعات تريد تدمير الدول العربية، كل واحد في طريقته، سواء إيران عبر مشروع ولي الفقيه، تركيا عبر مشروع الخلافة، ونتنياهو أيضا عبر مشروعه الديني الذي لا يعترف بشيء اسمه فلسطين على الأرض.